السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. دائما مع الفوائد ومع القصص ومع النصائح ومع كل الأمور الطيبة في هذه القناة الطيبة إن شاء الله تعالى. فلا تبخلوا علينا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات بالاشتراك وضغط زر اللايك ونشر الفيديو بين كل الأسرة، فإن هذا يدفعنا إن شاء الله للاستمرارية والعمل بجد واجتهاد إن شاء الله تعالى. وفي نهاية هذا الفيديو هناك إحدى الأخوات طلبت مني أن أدعو لها، وإن شاء الله سأخصص نهاية الفيديو للدعاء لهذه الأخت، فأمنوا على دعائي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أيها الأخوة والأخوات، هذا الفيديو سيكون عبارة عن نصيحة لإحدى الأخوات، وأظنها من المتابعات لهذه القناة المباركة اللي هي في الحقيقة قناتكم أنتم. هذه الأخت أرسلت رسالة لي، قالت أنها تعاني من ثقل الدين، وأنها تعاني من الهم الذي ركبها والذي تتجرع مرارته جراء هذه الديون التي كثرت عليها. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكشف عنك غمتك، وأن يفرج كربتك، وأن ييسر لك قضاء دينك، وأن يرزقك من حيث لا تحتسبين. فالله عز وجل يا أختي الكريمة هو غياث المستغيثين، وهو سبحانه وتعالى مأوى المضطرين، وهو سبحانه وتعالى كاشف كرب المكروبين. فما خاب عبد سأله وأطرح بين يديه، فالملجأ إليه سبحانه وتعالى والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وفي الحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات حديث متفق عليه. فيا أختي، يا أختي الكريمة، إلزمي هذا الوقت، إلزمي الثلث الأخير من الليل، وانزلي حاجتك به سبحانه عز وجل، وادعي الله عز وجل، واشكي إليه بثك وحزنك أسوة واقتداء بنبي الله يعقوب بن إسحاق عليه السلام، حيث قال الله عز وجل: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. فكشف الله غمه عليه السلام، ورد عليه ابنه يوسف عليهما السلام، وأبدل له مكان حزنه فرحا، ومكان غمه سعادة. وكذلك حال أيوب عليه السلام لما مسه الضر والمرض، شكى إلى ربه فكشف عنه ضره ومرضه، حيث قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فاستعيني يا أختي بالله عز وجل، استعيني بالله عز وجل أختي الكريمة على قضاء حوائجك وعلى سداد ديونك، وأكثري من الاستغفار. فإن الاستغفار يا أختي الكريمة كنز لا يفنى، فهو من أسباب الرزق. الاستغفار يا أختي من أسباب الرزق، وهو فتح لأبواب الرزق، كما قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك لا تنسي أختي الكريمة دعاء قضاء الدين، لا تنسي دعاء قضاء الدين. فقد روى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم دخل المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال ذلك الصحابي:
هموم لزمتني وديون يا رسول الله، يعني هموم كثرت علي وعلي ديون أثقلتني يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ فقال الصحابي: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعيد. قال له: قل اللهم إني أعوذ بك. هذا احفظوها يا إخوان ويا أختي الكريمة. قولي: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك عفوا من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول هذا الصحابي: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. وهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات حسنه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. وعن أبي وائل عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا، يعني شخص عليه دين، أن مكاتبا جاءه فقال: يا علي، يعني ديون أثقلتني. فذكر له مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس الحديث. فيا أختي الكريمة، إلزمي هذا الآثار والزمي هذا الدعاء الذي ذكرته لك، ولو أن تكتبيه في ورقة، ولو أن تكتبيه في ورقة، إذا لم تستطيعي أن تحفظينه اكتبيه في ورقة واقرأيه عند الصباح واقرأيه عند المساء، فإن الله عز وجل سيفرج عنك بإذن الله، وسيسدد عنك دينك سبحانه عز وجل، وسيذهب عنك همك. الآن مع الدعاء للأخت التي قالت أنهم، أظن قالت 6 بنات أو 4 بنات ورجل وأخ، وقد وصلوا إلى 40 سنة كلهم تقريبا ولم يتزوجوا. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لكم الأمور، ونسأل الله عز وجل أن يرزقكم بالزوج الصالح، وأخوكم أو هذا اللي هو من عائلتكم أن يرزقه بالزوجة الصالحة. فيا إخواتي، النعم، الزواج نعمة من الله، والنعم تستجلب بالدعاء، النعم تستجلب بالدعاء، فأكثروا من الدعاء. فوالله العظيم أعرف بنات وصلوا إلى 45 و48 ورزقهم الله عز وجل بالزوج الصالح وتزوجوا وأنجبوا، وهم يعيشون الآن في حياة، يعني حياة سعيدة والحمد لله. فلا تقنطوا أبدا من رحمة الله عز وجل، لا تقنطوا أبدا من رحمة الله عز وجل، فرزقكم مكتوب، والله لن يزيل لكم أحد رزقكم مهما وصل. الرزق بيد الله عز وجل، والزواج رزق من الله عز وجل، والصحة رزق. فاستجلبوا الرزق بالدعاء، ادعوا الله عز وجل، ألحوا على الله عز وجل، فإن الله عز وجل سيجيب دعاءكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يصلح حالكم، وأن يرزقكم الزوج الصالح الذي تقر به أعينكم، وأن يرزقكم الذرية الصالحة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.